اخبار الرياضه، واتكلمت النهارده عن النادي الاهلي وقالت ايه؟ قالت ان السويسري واصل كتابه شهاده التالق. هو في الحقيقه الراجل ما شاء الله عليه، مستر فايلر ماشي بخطى ثابته جدا جدا مع الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. ربنا يعني يوفقه في اللي جاي كمان، لان الهدف دايما انت بتكسب وماشي بشكل كويس واداء في معظم المباريات شكل رائع، لكن الاهم في الاخر النتيجه بتاعت ايه؟ بتاعت الموسم بالكامل. هم بيقولوا هنا ان هو بيعد بالبطولتين سواء الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. الموضوع مش موضوع وعود على قد ما هو او هي اهداف ثابته عند جمهور الاهلي وعند الجهاز الفني واللاعبين، هو الفوز بمختلف البطولات. يعني ممكن ما يكونش بطولتين، ربنا يزيد يعني باذن الله يكون اكتر من كده. فان شاء الله نتمنى لمستر فايلر التوفيق، والناس بتشيد بيه يعني في الحقيقه. نروح للاهرام والكلام على اصابه سعد سمير. إصابة سعد سمير تبعثر أوراق القائمة الإفريقية للأهلي اتجاه الانتظار موقف نيدفيد. نيدفيد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية بعد فترة غياب طويلة، أو زي ما هم كاتبين كده في الخبر قيد عبد المنعم اللي هو محمد عبد المنعم ناشئ الأهلي، وربما يكون ده مقترح موجود فعلا على أرض الواقع عند الجهاز الفني للنادي الأهلي، بالإضافة طبعا لكهربا والمهاجم المنتظر اللي أكيد أكيد هيكونوا مقيدين في القائمة الأفريقية. ده أمر مفروغ منه طبق الرؤية الفنية طبعا للجهاز الفني، عشان أنت بتدعم صفوفك في الشتاء عشان تستفاد في البطولة الأهم وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا. إذا يبقى بعد قيد سعد سمير خلاص بقى ثلاث أماكن هيبقى كهربا والمهاجم المنتظر أو اللاعب المنتظر بغض النظر عن المركز، يعني حتى لو الأقرب مهاجم، وهيتبقى مكان واحد، هل نيدفيد ولا محمد عبد المنعم؟ ده هيبان من خلال رؤيه الجهاز الفني خلال الفتره اللي جايه. وبالمناسبه ممكن الاهلي يتاخر لاخر شهر يناير في قيد لاعب في القائمه الافريقيه تحسبا للاصابات، ده امر وارد جدا جدا يعني. نروح لجريده الاخبار وبيقولوا ان فايلر يتحدى الاصابات، الاهلي يغلق الملف الافريقي واستعد للمقصه، وسعد هيغيب 8 شهور، سعد قلنا حركه من 4 لـ6 شهور ان شاء الله باذن الله مش اكتر من كده، وحتى لو زادت شويه هيبقى بس يعني ايه في زياده في الاطمئنان على اللاعب ان شاء الله بعد ما يشفى تماما من هذه الاصابه الصعبه في الحقيقه، اصابه واتر اكيليس. لكن في كل الاحوال تحدي الاصابات، انت يعني رد مستر فايلر في المؤتمر الصحفي بعد مباراه بلاتينيوم قال ايه الراجل؟ قال الاصابات بالنسبه لي مش شايف ان عندي اصابات كتير في الفريق ولا حاجه، وحضراتكم تابعتوا التصريحات واحنا عرضناها لحضراتكم تاني امبارح في حلقه كلام في الميديا، وواضح ان الراجل مش حاطط في دماغه موضوع الاصابات مش حجه يعني من الاخر بالنسبه لمستر فايلر، وهو عارف كيفيه التعامل على حد كلامه طبعا مع بعض الاصابات اللي ممكن تكون بتواجه الفريق. نتمنى له يا رب كل التوفيق في التعامل يعني. نروح للاخبار المسائيه. وحلول بديله. الاهلي يستعد للمقصه دون راحه، استعدادات طبعا بنتابعها مع حضراتكم اول باول على مدار امبارح والنهارده، وفايلر يبحث تعويض الغيابات، واتكلمنا في الجزئيه دي خلاص الراجل اضرب كل الامور في الفريق يعني. نروح للاهرام المسائي والكلام بقى في بعض الجوانب الفنيه، يعني مثلا زي اهدار الفرص، يقول لك الفرص ده كابوس او الفرص دي كابوس في الاهلي. فايلر بيتهم ازارو بالتقصير، ما فيش اي اتهام ولا حاجه، ويعني هم كاتبين في متن الخبر كمان ان ايه، ان البعض بيقول ان ازارو متعمد التراخي في اهدار الفرص عشان الاهلي يمشيه يعني او يبيعه، يعني الراجل عايز يمشي وكمان. اولا الاهلي لا بيقف على حد، اي لعيب ايا كان، وحضراتكم طبعا على مدار التاريخ عارفين الكلام ده وشفتوا الكلام ده كويس جدا. ثانيا عمر ما في اي لعيب هيبوظ سمعته او مستواه او يظهر بالشكل غير جيد عشان يمشي، يعني في الاخر مش هيبقى في صالحه، هيمشي هيروح فين؟ فموضوع غير منطقي يعني. لكن موضوع ازارو ما فيش اتهام بالتقصير ولا حاجه، هو راجل غير موفق بصراحه، هو مش موفق، وارد بيحصل لكل اللعيبه، ان شاء الله يقدر يستعيد ثقته يعني وتهديفه من النادي الاهلي. يقول الاهلي يقاتل لشراء اليكي، عارفين ان في مفاوضات مع اليكي، سيبك بقى موضوع المبالغ ده 4 ملايين يورو، والخبر اللي بعديه يقول لك 3 مليون يورو. موضوع المبالغ ده ما حدش بيبقى عارفه يا جماعه، الموضوع بيبقى خاص بالناس المسؤوله عن التعاقد يعني، هم اللي ليهم الحق يعلنوا او ما يعلنوش يعني. كهربا في الصوره، قصدهم ان كهربا هيبقى في الصوره في مباراه مصر المقصه، خصوصا ان المباراه يوم 1 يناير وانت هتبقى خلاص باب القيد تم او اتفتح خلاص بدايه من يوم 1 يناير، كله بيترتب على ايه؟ اجراءات القيد، الوقت هيبقى قد ايه عقبال ما تخلص الاجراءات دي، هنشوف بناء عليه هنعرف هل متاح كهربا لمباراه المقصه ولا مش متاح، ممكن يكون متاح للمباراه اللي بعديها، ده امر هيبقى مهم لان كهربا لعيب مميز جدا، واكيد تواجده خلال الفتره الحاليه هيكون مهم. ليه بقى؟ لان انت سبحان الله يعني جات لك اصابه رمضان صبحي في مركز كهربا،
جات لك اصابه اجهيه كمان في مركز كهرباء، فممكن جدا يكون في الحسابات في المباراه اللي جايه طبقا لجاهزيته الفنيه وبدنيه ورؤيه المدير الفني. يعني هنشوف، اهم حاجه بس الاجراءات تخلص باذن الله. اليوم السابع وخلاص هما بيعلنوا، يعني اليوم السابع بيعلنوا، لسه الاهلي طبعا ما اعلنش الكلام ده خالص يعني عشان برضو الصوره تبقى واضحه للحركه. هما بيقولوا الاهلي خلاص بينهي صفقه ليكي مقابل 3 مليون دولار لمده 3 مواسم، وبيقولوا خلاص الصفقه في الرتوش الاخيره او خلاص الاهلي يعني يعتبر ضم اللاعب يعني. لكن هنشوف لما الاهلي يعلن بشكل رسمي هل ليكي في حسابات الاهلي. طبعا في حسابات الاهلي، موضوع مفروغ منه، ومدير الكره بالنادي الاهلي كابتن سعد حفيظ اعلن كده مفاوضات هتنجح نتمنى، لو هو عنصر مهم من خلال وجهه نظر مستر فايلر خلاص نجيب للراجل اللي هو عايزه، نتمنى ان هي مفاوضات تنجح. كل الامور وارده طبعا، المفاوضات ممكن تفشل لا قدر الله، هيبقى في بديل اخر في حسابات الجهاز الفني، لو الصفقه دي ما نجحتش هنجيب اللاعب الفلاني، امور كلها هنعرفها بشكل رسمي خلال ايام باذن الله تعالى، خلال ايام كتير مش قليله يعني، ما اعرفش هنشوف الايام ممكن تبقى قد ايه. المسا مصير كبار الاهلي غامض، كلام كتير جدا عن موضوع التجديد لعاشور وفتحي واكرامي ووليد تمام، وان الموضوع في ايد فايلر وكلام من ده. يا جماعه زي ما قلنا حركه على مدار حلقات كتيره ان الموضوع متعلق بالتوقيت المناسب لفتح هذا الملف، في انتظار التوقيت المناسب. عمر ما صعب جدا انت تتكلم في الجزئيه دي وفي ضغط مباريات عندك كل يوم بتلعب مباراه، يعني او مش كل يوم يعني كل 3 4 ايام بتلعب مباراه، فما فيش وقت ان انت تتكلم في الامور دي الا اذا تم فتح الملف من قبل كابتن سعد حفيظ مدير الكره مثلا، وخلاص تم ارجاء التوقيع على العقود الجديده لميعاد محدد ايضا اخر من قبل المسؤولين في نادي الاهلي. هنشوف. نروح للشروق وتتكلم بعد تاكد غياب سعد لمده 8 شهور ان شاء الله، مده تبقى اقل من كده بسبب وتر اكيلس، الاهلي يدرس استبعاد سعد سمير من القائمه المحليه، ممكن يكون اقتراح موجود وهنشوف الاستقرار هيكون على ايه، لان انت كده كده لازم تستبعد 2 لعيبه عشان تحط كهربا واللاعب الجديد اللي انت هتجيبه. فعندك مثلا مصاب سعد سمير كده هو خلاص لاخر الموسم، يعني خلاص سعد انت مش هتستفاد منه، ممكن الناس تفكر في الجزئيه دي. موقف محمود محمود مش شرط محمود محمود يتشال من القائمه، انت كده كده في ناس ممكن تطلعهم اعاره، يعني كلها امور ممكن تكون في ذهن المسؤولين او مش المسؤولين، الجهاز الفني بقى هو اللي هيقرر. انا لعيب ممكن كنا هطلعه اعاره بس هحتاجه الفتره الجايه خلاص عشان عندي اصابه مثلا في المركز الفلاني، فهشيل لاعب من القائمه مثلا زي سعد سمير. القرار النهائي بيكون عند الجهاز الفني يعني. هنشوف. نروح لاخر خبر معانا، الدستور. والدستور تتكلم على ان الاصابه بتاعت سعد تبعده لنهايه الموسم. السويسري اتكلم وقال ان احنا عندنا بدائل، وده قاله في المؤتمر الصحفي طبعا، وكمان بيتكلم ان هو لا يخشى الازمات او اي ازمات، والاهلي يؤجل صفقه الشناوي. هم بيتكلموا هنا على احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، مش مطروح خالص يا جماعه، خالص مفيش كلام على احمد الشناوي خالص. يعني الاهلي عنده 3 حراس كبار جدا، محمد الشناوي ما شاء الله عليه ماشي بشكل جيد جدا، عندك شريف اكرامي خبرات عظيمه ولاعب مميز قوي قوي او حارس مميز، عندك علي لطفي لا يقل عن الاثنين كمان، فهتجيب احمد الشناوي تعمل بيه ايه دلوقتي؟ هم كاتبين ان تم ارجاء الصفقه للصيف، لما نيجي للصيف بقى نشوف ساعتها ايه اللي هيحصل، لكن انت في نفس الوقت عندك حراس، يعني ما كانش في تفكير اصلا في احمد الشناوي دلوقتي خالص يعني. وبيقولوا كلام فايلر لكهرباء الالتزام اولا، موضوع معروف يعني داخل النادي الاهلي ما فيش هزار في موضوع الالتزام، هتلتزم وتبقى ماشي كويس، بتكلم على اي لعيب مش كهرباء، لان كهرباء في الحقيقه الراجل ملتزم من ساعه ما جه ما فيش اي مشكله خالص حصلت، لكن في كل الاحوال اي لعيب بيبقى ملتزم كله في الاخر لصالحه ولصالح فريقه، هتبقى ملتزم هتبقى موجود في التشكيل الاساسي بشكل عام لاي لاعب يعني بالتحديد في النادي الاهلي، الكلام ده معروف يعني. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الأهلي